تعرف على أحدث 5 سيارات لعالم الجاك الصينية بالمواصفات والأسعار. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو باش كل يوم يوصلكم جديد. تقدم الشركة الصينية جاك للسيارات مجموعة من السيارات العملية في استخدامها وكفاءة استهلاك الوقود بسعر تنافسي قد يجعلها من أفضل الخيارات للمواطن. نعرفكم هنا على أهم سيارات جاك الجديدة التي يتم تسويقها حاليا في الأسواق العربية ومن أبرزها مصر والإمارات، ومن المرتقب أن يتم توفيرها في الجزائر عبر وكيل العلامة أومين أوتو الذي منح له الاعتماد من طرف وزارة الصناعة. أما عن الأسعار فاستنادا فيما اليوم على الأسعار المتداولة في الدول العربية في الوقت الحالي، سيارة جاك جي اس تروى تنتمي إلى فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهي مزودة بمحرك قوي سعة 1600 سي سي ينتج قوة قدرها 115 حصان مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر. السعر بالدولار ابتداء من 17500، السعر بالدينار في السوق السوداء 370 مليون. سيارة جاك جي اس كات، دعمت هذه السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي قادر على توليد قوة قدرها 147 حصان مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر. سعرها بالدولار ابتداء من 21000، أما بالدينار في السوق السوداء 447 مليون. سيارة جاك جي سات موديل سيدان رياضية، تتميز بتصميم مستوحى من السيارات الكوبية وخطوط انسيابية وملابح رياضية أنيقة، لمسات سوداء وكرومية، وتأتي مع نظام دخول ذكي للوصول إلى الداخلية حيث العدادات الرقمية ومقاعد من الجلد، مكيف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية وشاشة معلومات وترفيه 7 إنش. تأتي هذه السيارة مع محرك تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر مع ناقل حركة تتابع متغير باستمرار يجعل السيدان تصل سرعة قصوى 170 كيلومتر في الساعة تتسارع إلى 100 كيلومتر في 10 ثانية ونصف. تتميز بمعدل استهلاك وقود 15.3 كيلومتر لتر للكيلومتر. السعر بالدولار 20700، بالدينار 440 مليون. سيارة جاك أم كات، السيارة العائلية العملية، تأتي بمحرك VVT بسعة 2 لتر يولد قوة 145 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 185 نيوتن متر. تستخدم وقود بنزين، يمكنها الوصول إلى سرعة 160 كيلومتر في الساعة، معدل استهلاك 11.7 لتر للكيلومتر. السعر بالدولار ابتداء من 18600، الدينار 390 مليون. سيارة جاك تيويت البيك اب، هي سيارة تعرف بتجهيزات قياسية تجعلها من الأفضل في فئتها. تأتي بهيكل قوي وعجلات ألمنيوم 18 إنش، إطارات 60x265 وعتبات جانبية، ومن تجهيزات الداخلية المقاعد بفرش من القماش، نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، وفتحة السقف الكهربائية، مقود متعدد الوظائف. تأتي بخيارين للمحرك، محرك بنزينياتي تيربو بسعة 2 لتر يولد قوة 187 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر، أما محرك الديزلياتي تيربو بسعة 2 لتر يولد قوة 138 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر. تتمتع بارتفاع 220 ملم عن الأرض وقدرة حمولة تصل 900 كيلوغرام. السعر بالدولار ابتداء من 16000 دولار، بالدينار 345 مليون. ما تنسوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.